انا حسين حبيب بغل بلش هذا بلش البر والله بطل ولا مية تفضل بعد اي ايوه هللو 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 عملية الإحماء سيتوج إن شاء الله شهم على أرضية ميدان الأحلام بمفرده سيشارك الشهم إن شاء الله محلية نطلب من ملاك ومدربي خيول المجموعة الثانية بتوجيه هذه الأسماء على أرضية الميدان وتعديدها أيضا وعد الفواز مرسام الشيخ وردة عرابة وبلنصة الصخرة شهم فهو على خط النهاية مع الخيال طارق كعبية المالك والمدرب غالب كعبية سيتوج ويحصل على 3 نقاط ما شاء الله شاهم بن يردين ذلك المدرب غالب كعبية قيادة كانت لشقيق المدرب الخيال البغدادي كعبية طارق كعبية الله يوفقك ليس النور نعود إلى مجريات وأحداث الشوط الأول لشاهم ما شاء الله كما ذكرنا كان مشارك وحيد في هذا الصوت بعد انسحاب بقية المشاركين بظروف خاصة طبعا شهم بن يردين للمالك والمدرب غالب كعبية القيادة كانت للخيال الواعد طارق كعبية